ماذا حققت قمة بيروت الاقتصادية من أهدافها المعلنة؟ وهل خرجت بمضمون ينسجم مع حاجة الأمة العربية الراهنة؟ ما الرسائل التي يمكن قراءتها في ظل غياب جل القادة والزعماء العرب عن القمة؟ أي مستقبل ينتظر العمل العربي المشترك في ظل تراجع دور الجامعة العربية؟ هذه الأسئلة تأتيكم في برنامج حديث العرب بعنوان قمة العرب الغائبين.